من أهم المشاكل الاجتماعية هي التنكر لمشاعر الآخر، لما نتعرف على مشاعره الإيجابية والسلبية ونهملها أو نقلل من قيمتها أو نتجاهلها أو نحكم عليها سلبا. على سبيل المثال، أمرك ما بيهمني، ما بيعني لي إنك معصب، ما بيعني لي إنك ناجح، كلامك السلبي عني ما بيأثر فيني أو بهمني. لما تتنكر للمشاعر الإيجابية عند الشخص ببساطة بتختفي عنده أو بتقل وبتتناقص، ولما تتنكر لمشاعره السلبية ممكن إنه تتعزز عنده ويطول أمدا، ولما يزيد بيزيد معه المشاعر السيئة والسلوك غير المرغوب فيه والحواجز بهاي العلاقة، وممكن أنه يدمر أهم العلاقات الشخصية والقوية، وهو أهم سبب لحدوث التداعي بين هاي العائلة أو حتى لو كان بين الأصدقاء، أي انهيارة لأهم العلاقات الزوجية والاجتماعية والحميمة. من أهم المشاكل